حلو بالنسبة لي مثل اللي وقع بالوادي، يعني هيك سقوط مفاجئ وبدون سابق انذار. راح الإنسان اللي كنا نستنى يشتغل حتى نعرف انه رح نكون مع استاذ فنان ومبدع وموهوب وشغوف، وانسان ما في مخرج سوري على الإطلاق بيشبه أستاذ حاتم علي. ما في كلمة خسارة، ما بعرف قديش بتعبر، يعني يمكن لازم نلاقي مفردات جديدة تليق بمكان والفراغ اللي تركه الأستاذ حاتم. الاعتراض على مشيئة الله يعني، بس كتير مؤلم موت حاتم، مؤلم موجع. أخذ شقفة من قلبي، شعرت بالسقوط هيك مثل اللي كان الحصان. دائما احنا شاعرين بالأمان كممثلين وكشباب وكصبايا بوجوده مرجعيتنا، نسألهم نستشيرهم نحكي معهم نشتغل معهم نسمع ملاحظاتهم نسمع وجهات نظرهم نتعلم منه. الله يصبر قلوبنا جميعا كلياتنا. أنا متأكدة الكل حزين وبصدق على موته المفاجئ. الله يصبر قلب عمر. أنا بعرف قديش عمر هلا وضعه أكيد حيكون، يعني بقول له عمر أنت لازم تكفي الحياة وتكفي اللي الأستاذ حاتم كان حابب انه يكفي بكل صدق ونبل. غزل وغالية ومدام دلع الحبيب، عزائي الشديد لكم. والله كلياتنا امبارح انا ببيروت حاليا كنت عم اقول انه كيف أيام ممكن موت إنسان هالقد بنحبه ويخيم الحزن من بلد لبلد آخر؟ يعني لبنان مبارح كان حتى لبنان حزين، كل العالم اللي شفتهن هون شيء عالم كتير حزن كتير ألم، كتير ناس ما أنا مصدقة. صدمة حقيقية. الله يرحمك أستاذ حاتم، والله هيك يعني تغمدك برحمته. رحيلك موجع كتير كان، وجعت لنا قلبنا. ما بعرف يعني يا ريتك هون لحتى بس تشوف قد الناس بتحبك وتلمس هاي المحبة من بشكل حقيقي، وتشوف الكم الهائل الكبير من الناس اللي زعلت وبكيت على رحيلك. بكرت كتير. Thank you.